ميس بتقلدي مي في الغنى؟ لا خالص، ده انا عايزه اقول لك انه انا خامه صوتي تختلف تماما عن مي. انا بتكلم عن الاتجاه للغنى، مش بتكلم على خامه الصوت. لا اقول لك حاجه ظريفه قوي يمكن هتستغربها، انا في الاول انا اللي كنت عايزه اغني ومي اللي كنت عايزه اتمثل، بس اللي حصل انه ابواب التمثيل اتمهدت لي اسرع من الغنى. غنيتي من باب الغيره يعني من مي؟ ما بقول لك، هي مي شايفه ان هي عندها امكانيات انها تمثل، وانا شايفه عندي امكانيات ان انا اغني، وزي ما قلت في الاول الجمهور هو اللي بيحدد. اوه واو، اول رئيس دار كفر الشيخ يا لا كفايه انجازات بقى، كفايه انجازات بقى يا ريس، جتتنا اتهرت. اول رئيس مصري زار كفر الشيخ. مش اول واحد يا شو. ايه ده مين ده؟ هلا بالخميس. هلا هلا. امال مين تاني؟ ويكند عيار. مين تاني؟ سلام عليكم.